عقد معالي الشيخ شخبوط بن هيان الهيان وزير دولة اجتماعا مع معالي عبد الله بيوتشاني وزير الدولة للتخطيط والتنمية في جمهورية بنين، وذلك بديوان عام الوزارة في أبو ظبي. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. كما ناقشا فرص ومجالات الاستثمار في بنين في عدة قطاعات مثل الزراعة والبنية التحتية.